أنتقل وإياكم إلى هذه اللقطات الحية والمباشرة من مكان الحادث لتشييع الضحايا، فإلى هناك. إذن هذه وكما يبدو أمامكم من على شاشة تغيير في لقطات حية ومباشرة فيما يتعلق بحادثة حريق أو حريق القاعة في قضاء الحمدانية في نينوى، وكما يبدو أمامكم جمع غفير من المشيعين لضحايا هذا الحادث. إذن يبدو أن المشيعين بانتظار وصول جثامين الضحايا في هذا الحادث، إذن وبحسب مختصين وللتذكير فقط بأن السبب في هذا أو اندلاع هذا الحريق كان الألعاب النارية وعدم استخدام شروط البناية والسلامة. عبديك نحبينوس كين غرادهم ويم الكوت بلومي اشتاني عم قديشم اختي شبحتو منا حذب وثر حذب ورهيب